بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأعزاء في كل مكان في هذا العدد الجديد، عدد أتمنى أن ينال إعجابكم. ابقوا معنا وتابعوه لنهايته. قبل أن أنطلق لأخبار محترفين، أبدأ بخبر نقل لقاء المنتخب الجزائري المقبل من العاصمة، والذي أشرت إليه قبل أيام من الآن، حيث يبدو أن الفاف والمدرب فلاديمير بيتكوفيتش قد قرر الاستقبال في ملعب ميلود هتفي في وهران. اللقاء المعني هو لقاء غينيا الاستوائية في تصفية الكان، والذي سيقام في الأسبوع الأول لشهر سبتمبر المقبل. بيتكوفيتش كان أمام كثير من الخيارات، أهمها ملعب عنابة الذي كان مرشح قوي، إضافة إلى ملعب تشاكار في البوليدة والذي كان مرشحا أيضا بشكل قوي بسبب رغبة كثير من لاعبي المنتخب في اللعب فيها، لكن الاختيار يكون قد وقع على ملعب وهران الرائع في انتظار ترسيم الأمر وإعلان ذلك عبر الحسابات الرسمية للفاف. الكثير من المصادر المقربة من الفاف تقول أن سبب نقل اللقاء خارج العاصمة هو الانتخابات الرئاسية. الأمر ربما يكون صحيح، لكن مصادر أخرى تقول أن بيتكوفيتش قرر عدم الاستقبال في براقي لفترة، حيث يرغب في استقبال منافسي الخضر في كل ملاعب الوطن مثل عنابة، تيزي وزو، تشاكار، قسنطينة وغيرها وغيرها. بعد أن شارك في اللقاء الأول مع ناديه بوريسيا دورتموند في تربصه التحضيري الحالي، ظهر اليافع الجزائري إلياس بنقارة أساسيا في ثاني لقاء، والذي أقيم عشية اليوم الأربعاء، وجمع ناديه بنادي أو إيرجي بيرجي. تواجد قارة في التشكيل الأساسي كان مفاجئ للجميع، لكن ليس للمدرب بدون شك، الذي يكون قد وقف على مستواه طيلة أيام التربص. إلياس بنقارة وبحسب ردود الفعل الأولية قدم مستوى كبير وكبير جدا، حيث كان جدارا دفاعيا تكسرت أمامه كثير من محاولات الفريق الخصم. ليس هذا وفقط، بنقارة سجل هدف فريقه الأول في الدقيقة 20، ليكون بذلك أول هدف له في مسيرته مع دورتموند ولو كان وديا. إلياس بنقارة لمن لا يعرفه هو جزائري من مواليد 2007 فقط، قدم مستوى كبير جدا مع نادي بوريسيا دورتموند لأقل من 17 سنة الموسم الماضي، وفاز معهم بالدوري، كما لعب نهائي الدوري مع فريق أقل من 19 سنة، وهو ما شجع مدرب دورتموند على ضمه للفريق الأول. يبدو أننا أمام موهبة كبيرة سيكون لها شأن إن شاء الله. قبل المرور للخبر التالي، ولمن سيسأل عن بن سبعيني ومشاركته، الجزائري لغاية الآن لم ينتظم في التدريبات الجماعية لناديه. بن سبعيني وبحسب الموقع الرسمي لناديه ما زال يعاني من آثار الإصابة التي تعرض لها في الركبة في مارس الماضي، لكن وضعه جيد وسيستأنف تدريباته الجماعية ربما في غضون أيام قليلة. أعلن نادي ليتشي الإيطالي الناشط في الدرجة الأولى الكالتشيو تعاقده مع الدولي الجزائري ولاعب مونبولي لينو أكليل، ولم تشر الصحافة الإيطالية لأي تفاصيل بخصوص الصفقة، خاصة مدتها وخاصة وضع الانتقال، وهل تعاقد مع الفريق الأول أم مع فريق الشباب؟ لكن بعض المصادر كشفت أنه وقع عقدا احترافيا مع الفريق الأول، وهو ما شجعه أصلا على الرحيل عن فرنسا والالتحاق بإيطاليا، وإلا لكان قد فضل البقاء في ناديه السابق مونبلييه. لينو أكليل قرر ترك فرنسا والالتحاق بالكالتشو، ففي عمر 18 سنة فقط قرر خوض تجربة خارجية، ولما لا يفرض نفسه مع فريق جيد مثل ليتشي، وهو أمر رائع إن حدث. أكليل هو دولي جزائري سابق في منتخب أقل من 17 سنة، يبلغ من العمر حاليا 18 سنة فقط، ويلعب في مركز الظهير الأيسر. لديه قدرات فنية وبدنية هائلة، خاصة فيما يخص المراوغة والعرضيات، كما قالت الصحافة الإيطالية اليوم عنها. في الوقت الذي تؤكد فيه الصحافة البرتغالية اتفاق إدارتي مارسيليا وفرنسي حول الصفقة الجزائري باللومي، أطلعتنا الصحافة الفرنسية اليوم بعكس ذلك تماما. تقارير فرنسية كشفت أن صفقة باللومي صوب مارسيليا فشلت نهائيا، واللاعب الجزائري لن يلتحق بنادي الجنوب الفرنسي لأن مارسيليا لديه أهداف أخرى غير باللومي على ما يبدو.
كان واضح من البداية، وأشرت للأمر في عدة مناسبات، أن إدارة مارسيليا ليست جادة في ضم بلومي وتضعه دائما حلا ثانويا، حتى أن طلبهم منها الانتظار لأنه ليس أولوية كان إشعارا واضحا بفشل الصفقة. الأمور إذن انتهت بحسب الصحافة الفرنسية، وعلى الجزائر التركيز الآن على أمور أخرى، سواء الرحيل لنادي آخر أو حتى البقاء. في سياق الحديث عن بلومي، أشير إلى أنه انتظم بتدريبات فريقه منذ فترة وبدأ العمل الفني، حيث شارك في لقاءين وديين لغاية الآن، الأول ضد بنفيكا والثاني اليوم ضد ماريتيمو، حتى أنه سجل هدف فريقه الوحيد الذي فاز بهدف لصفر. بلومي مطالب بفصل أخبار رحيله نهائياً والتركيز على تقديم فترة تحضير كبيرة، أما رحيله من عدمه فسيتكفل به وكيل أعماله. كشفت مصادر سعودية اليوم الأربعاء أن مدرب الأهلي السعودي ماتياس يايسلي قرر استبعاد لاعب الخضر رياض محرز من معسكر فريقه التحضيري الذي يقيمه حاليا في النمسا. استبعاد محرز ليس لوجود مشاكل أو لوجود إصابة، بل بسبب الفورمة السيئة التي يتواجد عليها، حيث يرى المدرب أنها غير لائقة. المصادر السعودية قالت أن المدرب ومعه المحضر البدني أعدا خطة تدريبية مكثفة لمحرز من أجل التخلص من الوزن الزائد الذي اكتسبه في الفترة الأخيرة، والذي صار يشوه صورته، والذي أيضا أثار غضب أنصار النادي كما أشرت إليه في عدد أمس. المصادر السعودية لم تشر لتاريخ عودة رياض، لكن الأمر ربما لن يطول. وظهر محرز بحسب الصحافة السعودية وأنصار النادي بصورة غير لائقة، حيث كان واضح جدا أنه كسب وزنا زائدا بصورة واضحة. أنصار النادي وصحافة الأهلي ترى أن محرز من أهم اللاعبين، إن لم يكن أهمهم، ولذلك عليه أن يتواجد في فورمة بدنية كبيرة قبل بداية الموسم من أجل قيادة الفريق للألقاب. يبدو أن الدولي الجزائري أمين غويري سيستقر ويبقى في ناديه الحالي ران، ولن يغادر رغم وجود راغبين كثر في ضمه. مصادر صحفية كشفت اليوم الأربعاء أن غويري سيبقى بالرغم من رغبة بعض الأندية الألمانية في ضمه، على غرار البطل باير ليفركوزن وريد بول لايبزيغ. غويري معول عليه كثيرا على ما يبدو، ولذلك الإدارة لن تسرحه. رغبة الإدارة في الإبقاء على غويري وبحسب المصادر الفرنسية نابعة من رغبة المدرب جوليان ستيفان. هذا الأخير أبلغ رئيسه أنه يريد بقاء غويري وسيعتمد عليه كثيرا الموسم المقبل، وبقاؤه سيكون أحسن من رحيله. مدرب ران جوليان ستيفان عمل مع غويري سابقا وقدم معه المستويات المميزة، وبما أن النادي غير قادر على تعاقدات كبيرة فإن إبقاء أمين أحسن. ما لم تقله الصحافة الفرنسية أن نادي ران مقبل على تضييع مهاجمين من لاعبي الموسم الماضي، وبيع غويري ليكون ثالث مهاجم يغادر سيكون كارثة على الفريق، لذلك هم يصرون على إبقاء لاعب على الأقل. ويبدو أن اختيار المدرب جوليان ستيفان وقع على اللاعب الجزائري لأنه يعرفه، وأيضا لأنه لاعب ممتاز ومعول عليه. رحيل غويري للعب في البوندسليغا كان أمرا رائعا إن حدث، لكن بقاؤه لن يكون بالأمر السيء. غويري قدم الموسم الماضي خاصة مستوى متوسط إلى متواضع، والفرصة الآن ستكون للتعويض، ولما لا لعب موسم كبير الموسم المقبل، ما سيسمح له بالرحيل الموسم التالي، وما سيسمح له أيضا لناديه ببيعه برقم جيد. بقاء غويري ولعبه كأساسي سيكون أيضا في صالح الخضر المقبلون على لعب تصفيات المونديال وتصفيات الكان، وبيتكوفيتش يحتاج كل لاعبيه في قمة مستواهم، وبما أن الخضر لا يملكون أي لاعبين مميزين في الشق الهجومي عدا عمورة، فإن التركيز على غويري سيكون كبير، وعليه أن يكون في قمة مستواه. أدلى سعيد شعبان رئيس نادي أونجي بتصريحات إعلامية اليوم الأربعاء تكلم فيها عن ميركاتو الفريق. رئيس أونجي تكلم خاصة عن اللاعبين الذين يقال أنهم سيرحلون، وعلى رأسهم الدولي الجزائري حماد عبدلي، حيث ترددت كثير من الأخبار عن رحيله منذ نهاية الموسم. رئيس أونجي أغلق الباب بشكل كامل أمام رحيل عبدلي.
حيث كشف أن الجزائري من اللاعبين المهمين في الفريق والكل يقاتل للإبقاء على اللاعبين المهمين من أجل الصراع لأجل تحقيق الأهداف الموسم المقبل. سعيد شعبان تكلم أيضا عن ارتباط عبدلي وقال أن عقده ممتد لغاية 2026، وبما أنهم هم المتحكمون فإنهم لن يسرحوها قبل أن يقولها صريحة. عبدلي سيبقى مع الفريق بشكل رسمي. وتناولت صحافة سانت إتيان خبر الإبقاء على عبدلي في ناديه بقوة، حيث قالت أن نادي الأخضر هو النادي المعني بتصريحات رئيس أونجي، حيث ضغطت إدارة سانت إتيان بقوة لأجل الفوز بخدمات عبدلي. ورغم رفض عروضهم مرارا إلا أنهم بقوا يضغطون لأجل اللاعب، لكن يبدو أن عبدلي لن يرحل حقا. من دون مفاجأة تذكر، رسم نادي الاتحاد السعودي تعاقده مع الدولي الجزائري ولاعب روما حسام عوار. عوار اجتاز الفحص الطبي بسلام سهرة أمس الثلاثاء قبل التوقيع على عقد يمتد لأربع سنوات كاملة بعد سلسلة مفاوضات استمرت طويلا لكنها أثمرت أخيرا. عوار وبحسب المصادر الإيطالية والعربية وقع براتب كبير جدا لم يتم الكشف عنه، لكن بكل تأكيد أكبر من 3 ملايين أورو راتبه الحالي في روما، إضافة إلى 12 مليون أورو يأخذها ناديه روما، وهي أيضا قيمة كبيرة جدا، كيف لا والنادي الإيطالي تعاقد معه مجانا في الصيف الماضي. ومباشرة بعد تجاوز الفحوص الطبية وتوقيع العقود، انضم الدولي الجزائري لتدريبات فريقه في طرابلسي الحالي الذي يقيمه في إسبانيا. عوار لقي ترحيبا كبيرا من الجميع، خاصة من الإدارة التي عاملته معاملة النجوم الكبار في انتظار عودته لجوهرة البحر الأحمر جدة ولقائه الأول مع الأنصار. لاعب الخضر أدلى أيضا بأولى تصريحاته للموقع الرسمي لناديه الجديد، حيث عبر عن سعادته الكبيرة بالتوقيع، كما شدد على ضرورة تقديم كل ما لديه من أجل مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه المسطرة للموسم المقبل، كيف لا والنادي عانى الموسم الماضي كثيرا. في الأخير أشير إلى أن عوار سيحمل الرقم 10 وهو رقم لم يحمله سابقا كما يعلم الجميع. عوار سيبدأ مغامرة جديدة كل أنصار الخضر يتمنون أن تعيده للواجهة. اللاعب في الخليج بالنسبة لي ليس بالأمر السيء، صحيح كنت أتمنى بقاءه في أوروبا، لكن عوار ومنذ موسمين لا يجد معالمه وربما في مستوى أقل قد يساعده على ذلك، نفس رأيي في عطال والناس. بعد أن شارك بديلا يوم السبت الماضي في أول لقاء، ظهر لاعب المنتخب الأولمبي الجزائري وجديد شارلوروا البلجيكي ياسين تتراوي أساسيا اليوم في لقاء فالفيك الودي. صراحة لا أعلم كيف ظهر تتراوي، ولو أنه أمر ليس بأهمية كبيرة بقدر أهمية رغبة المدرب ريك ديميل في إشراكه سريعا ووضعه ضمن خطته، وهو أمر يؤكد أنه يعول عليه ليكون واحدا من أعمدة الفريق. للإشارة لقاء فالفيك اليوم عرف غياب غير مبرر للجزائري الآخر أدم زورغان، الأمر ربما يكون له علاقة برحيل قريب وهو ما أتمناه شخصيا، إن شاء الله غيابه لا يكون له علاقة فقط بإصابة أو شيء من هذا القبيل. اللقاء عرف أيضا مشاركة الجزائري الثالث نذير بنبوعلي، لكنه للأسف لم يتمكن من ترك بصمة مباشرة، حيث انتهى اللقاء بهدف لهدف لم يسجله بنبوعلي. إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى، نلتقي إن شاء الله غدا، السلام عليكم.